أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صديق الحيوان بعنوان استئصال الجص عند الكناري. والجص عبارة عن ريش ينمو تحت الجلد فيتحول إلى كتلة صلبة وهو غير معدي ولا يؤثر على الطائر بشكل كبير حتى يتضخم حجمه كثيرا، لذا من الأفضل استئصاله كما سنشاهد. وهذا المشكل غالبا ما يصيب الكناري نوع الجلوستر والمزيك لكثافة ريشها الناعم. نلاحظ على ظهر هذا الطائر ريش غير مرتب وغير طبيعي، وهذا دليل على وجود الجص، فلنكشف عنه. ونحتاج في هذه العملية إلى معقم للجروح وشفرة جديدة تكون غير مستعملة لتجنب أي تلوث للجروح، وأيضا القطن للتنظيف. ونصيحتي لمن ليس لديه خبرة في التعامل مع هذه الحالات والجروح بصفة عامة أن يستعين بخبير أو بيطري لكي لا تفقد طائرك. فإذا كان هذا الوريد الظاهر بوضوح فوق الجص تماما، يجب أن لا نقطعه لكي لا نتسبب بنزيف للطائر ويموت. يجب التعامل مع الطير بهدوء وتثبيته بشكل جيد لكي لا نؤذيه، ويجب القيام بالعملية بسرعة لكي لا نطيل معاناة الطائر. نبدأ عملية القطع، ويجب أن يكون على مستوى الجلد فقط، وبعدها ندفع الكرة الريش من الأسفل لتخرج، ثم نعقم الجرح بشكل جيد. هذه هي كرة الريش، تشاهدون كمية الريش المتصلب في داخلها، ويمكن أن يكبر حجمها أكثر إذا لم ننتبه لها. وبعد ذلك اكتشفت وجود كتلة ثانية، لكن لا يجب نزعها في نفس اليوم، بل على الأقل بعد 3 أيام حتى يجف الجرح الأول، ولتجنب نزيف أكثر لدم الطائر. وبعد التطهير نشاهد أن حالة الطائر مستقرة، ويجب دعمه بقطرات من الفيتامين سي في المشربية، ولا نقدم له أبدا حوض الاستحمام لمدة أسبوع أو أكثر لتجنب دخول الجراثيم في الجرح أو تعفنه بسبب الرطوبة. والآن نشاهد كيف تم شفاء الجرح تماما بعد 10 أيام من العملية، وبدأ نمو الريش بشكل طبيعي من جديد. وهنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.